فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من فرنسا يقول: أرجو من فضيلتكم أن توضحوا لي ما يسمى بالشرك في الأسماء والصفات، هل هناك شرك بهذا الاسم وكيف يكون؟ الإلحاد في الأسماء والصفات. الله جل وعلا قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ومن الإلحاد في أسمائه نفيها عن الله جل وعلا مثل ما يفعل المعطلة، أو تأويلها بغير معناها كما يفعل المؤولة، فهذا من، أو تسمية المخلوقين بها كما قالوا إنهم سموا اللات من الله والعزة من العزيز ومنات من المنان، خذوها من أسماء، هذا من الإلحاد، من الإلحاد فيها. الإلحاد يتنوع، جحدها ونفيها وتعطيلها، أو إثبات ألفاظها وتحريف معانيها عما تدل عليه، أو تسمية الأصنام بها كما يقال في اللات والعزة ومنات، أو إدخال شيء ليس منها معها. أن يثبت لله أسماء أو صفات لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا من الإلحاد فيها. نعم.